1912 كان أول اشتراك لينا في سنة، بالإضافة إلى أن سيتم عملية نادي الجزيرة للفروسية، وهيتم فيها استعراض للفروسية. العملية واخدة مننا يعني مجهود مننا كلنا الحقيقة، لأن مش حاجة واحدة بس، يعني في جملة حاجات وعايزين نطلع المقاوية دي بأحسن صورة ليها، لأن مش يعني يمكن مصر ما بتحتفلش بحاجة مئوية غير مرة يعني كل فترة طويلة، مرور 100 سنة على إنشاء اللجنة الأوروبية المصرية 1910 و 2010، فبنحتفل بالمئوية دي اللي هيتم فيه المئوية دي. طبعا دي تحت رعاية الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، وإن شاء الله هو هيكون برضو بيشرف المئوية وبيحضر فيها، وأكد حضوره جاك روج رئيس اللجنة الأوروبية الدولية وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأوروبية الدولية ورؤساء اللجان الأولمبية القارية ورؤساء اللجان الأولمبية لمجموعة دول أوروبا، مش كل الدول طبعا، بعض دول أوروبا، وفي ناس يعني بعض الناس اعتذرت، ونفس الحكاية بالنسبة لأمريكا وبالنسبة لأستراليا وأفريقيا وأسيا. بنبرز المشاكل.